من عطبرة إلى الخرطوم مباشرة من داخل استوديوهاتنا بالشروق الفضائية. أهلا وسهلا بكم، نتواصل معكم تكملة ما تبقى من صباح الشروق، وعندنا فقرة مهمة جدا، اهتمامنا بالأطفال وبشريحة الأطفال عموما بنكون حساسين فيها في التعامل، بنكون حساسين في طريقة الحاجات اللي بتحصل بيننا وبينهم. إذا كانوا هم ممتحنين أو إذا كانوا هم عيانين بتبقى مسؤولية عند الأم كبيرة جدا، لكن مجموعة من الشباب الناشطين بيقدموا خدمات كبيرة للشباب. نحن حنتعرف للأطفال، حنتعرف عليهم الآن من خلال استضافتنا دكتورة تسنيم محمود، نائبة سكرتارية التثقيف الصحي في مكتب الشباب بالجمعية السودانية لأطفال مرضى السكري، واليوم نحن خصصناه لأطفال السكري ومرضى السكري بما هو كان يصادف لنا 14 نوفمبر هو اليوم العالمي للسكر. أهلا وسهلا بك وصباح الخير عليك. أهلا وسهلا بك وصباح الخير عليك وعلى كل مشاهدين في كل مكان. صباح الخير وصباح بدون سكري إن شاء الله. عشان كده احنا جبنا لك شيء بدون سكر. تسلمي. دكتورة تسنيم، خلينا نشوف اليوم العالمي لأطفال السكر، شنو اللي انتم بتقدموه للشرائح الجميلة اللطيفة اللي للأسف الشديد عندهم مرضى السكر. مرضى السكر. طيب بداية كده أنا هعرفكم على روحي من جديد. أنا تسنيم محمود، نائبة في سكرتارية في مكتب الشباب لجمعية السودان لسكر الأطفال. يعني إحنا حاجة بسيطة من الجمعية الكبيرة. نعم. هي جمعية كبيرة شديد بتهتم تحديدا بالسكري الخاص بالأطفال أو الأطفال المصابين بالسكري على طريقة أصح. يعني من الحاجات اللي دائما إحنا بنعمله، بنعمل فعاليات كثيرة. واحدة من الفعاليات دي بنحتفل تزامنا باليوم العالمي للسكري في يوم 14 نوفمبر الموافقة الاثنين اللي فات. نعم. بنحتفل، بنعمل فعاليات، بنحتفل مع أطفالنا وأبطال السكري بمرض السكري اللي هو صديق لهم. يعني أنت لو صاحبت السكري الاحتفال ده فيه تورتات وحلويات ولا احتفال خالي من السكر؟ لا، احتفال خالي من السكر. كيف طريقة الاحتفال بتكون؟ إحنا السنة دي احتفلنا مرتين. المرة الأولى كان في يوم 12 من شهر نوفمبر، كان يوم السبت. عملنا حفل خيري تمام. كانت الجهة المسؤولة منه تحديدا هي جمعية السودان لسكر الأطفال. نعم. وكان في العديد من الشركات الراعية، في شركة سانافو، في شركة ساماسو فارما، دي شركة الماسية، وفي برضو شركة الراعية الإسماعيلي وسانافو، وبرضو في شركة دي اللي بيعملوا شنو كلكم وإنتوا مع بعض بتقدموا شنو للأطفال؟ دي كلها شركات دي راعت لنا الاحتفال باليوم العالمي للسكري، الاحتفال الخيري العام اليوم السبت. الاحتفال ده ما كان حيقوم لو ما هم دعمهم لنا، بما انه احنا جمعيه غير ربحيه يعني خيري. فجمعيه خيريه ايوه، فهم ادعمونا عشان نقدر احنا نحتفل مع اطفالنا باليوم العالمي السكري. ده كان يوم 12، كان طيب احتفال. طيب بتقدموا شنو في الاحتفال ده من نصايح لارشاد لتثقيف لادويه بتاعت سكر لفحص مجاني، شنو اللي بيقدم في اليوم ده؟ في اليوم حق يوم السبت الاحتفال كان عباره عن قصص، نسمع قصص الاطفال، قصص نجاحهم وكفاحهم وكيف هم قدروا يعني يتقبلوا فكرة إنه عندهم سكري. وبرضو كان قصص لجزئية، إحنا مكتب الشباب عندنا كثير من الشباب المصابين بالسكري، فكانت نوع من أنواع إنه الأطفال بيحكوا قصتهم وبشوفوا في مستقبلهم، يعني قدامهم الشباب في ناس كبار. نعم. أيوة عايشين بالمرض عادي يعني، متقبلينه ومصاحبينه. واحدة من الحاجات اللي برضو بنعملها في الاحتفال إنه إحنا بنوري الناس، بنعرفها أكثر على الجمعية، بنوريها أكثر أهدافها، وبرضه قاعدين نسعى أكثر عشان نحقق الشعار اللي بتحدده الاتحاد العالمي للسكر. شنو كان شعار هذا العام؟ شعار العام ده كان عبارة عن diabetic and education، يعني السكري أو مرض السكري والتعليم. إذا كان الشعار هو مرضى السكري والتعليم، هل كانت رسالتكم موجهة للمدارس، للأطفال الموجودين، للأستاذات اللي موجودين، كيف يتعاملوا مع الأطفال اللي مصابين بمرضى السكري في المدارس؟ أيوة، إحنا رسالتنا حاولنا بقدر الإمكان إنه مرة دي في احتفالاتنا باليوم العالمي السكري إنه نحقق الثيم أو الشعار ده. حققناه عن طريقتين. المرة الأولى عملنا المدارس من بداية شهر نوفمبر، إحنا كنا ساعين إنه نمشي يوميا لمدرسة عشان نعمل تثقيف للأساتذة، للطلبة. جميل. وبرضو لزملائهم عشان الناس تكون مواكبة لكل الحالات اللي بتصيب للطالب اللي عنده سكري، سواء كان ارتفاع السكري، انخفاض السكري، أو على أبسط حاجة يعني أنا ممكن يكون في زميله
يكون قاعد جنبه يكون مفتكره نايم، لكن هو تكون حاله من حالات الكوما او الاغماء. نعم. فالحاجه دي احنا ركزنا على انه الناس نوعيها الناس تعرف كيف تتصرف، الناس مدس المرض عادي تتكلم عنه عشان الناس تعرف. السكري بيدس مرضى السكري اذا مشيتوا للتثقيف ومن خلال تثقيفكم للامهات والبيوت بتحسي انه في ناس متحفزين؟ ما حتقول لك ولدي عنده او بنتي عندها سكري مثلا؟ جاتني حاله واحده صراحه حسينا الناس كانت متحفزه من فكره انه ما يتكلم عن السكري. ليه كان هدفهم شنو يعني؟ والله ما عارفه. ده ضرر بالنسبه للطفل، لكن احنا يلا من هنا كنا بنحاول نرسل الرساله دي انه ما مرض، ما المرض ما عيب. ربنا سبحانه وتعالى قال ان الله اذا حب عبدا ابتلاه. بالعكس نعم. من انواع يعني حبت ربنا لك. المشكله هي ما من الصغار، حتكون من الاسره. فاحنا عشان كده في تثقيفنا ما اكتفينا بس انه نثقف المدارس، برضه نثقف الاساتذه عشان منهم هم يقدروا يثقفوا الاسر. برضه عملنا في يوم 14 في المركز نفسه، عملنا في نفس اليوم للاحتفال العالمي عملنا ندوه او سمبوزيوم كان برضه بيتكلم عن التعليم والسكري. فكنا فيهم مركزين بصوره كبيره على انه احنا نثقف الناس والحضور ونوريهم انه مرض السكري ده مرض صديق واحنا بنقدر نتعامل معه بشكل طبيعي. بس كيف نحن نقدر نحتويه ونتعامل معه تعامل صح جيد؟ واحده من الحاجات الاطفال شريحه مهمه وحساسه في التعامل وفي طريقه توصيل المعلومه، وعشان توصيله انه انت ذاتك مصاب بمرض السكري والسكري ده، فهو كلمه سكري دي ما بيكون عارفه. كيف يا دكتوره تسنيم بتقدروا تتعاملوا مع الاطفال دي بطريقه مختلفه من الشخص الكبير طبعا يعني؟ الحقيقه دي طبعا احنا عندنا في الجمعيه هي عباره عن جمعيه كبيره فيها عيادات وفيها الكثير يعني من الدكاتره والاخصائيين والاستشاريين، فهم بخبرتهم ويعني صراحه يعني وشطارتهم هم قادرين يوصلوا الفكره دي. يعني عندنا اطفال كتار بيشخصوا جوا الجمعيه وبتكون الحاجه دي كويسه عليهم وخفيف عليهم لانه بسبب ممارستهم الكثيره الدكاتره وبسبب معرفتهم هم قادرين يوصلوا الحاجه دي بطريقه كويسه وبطريقه خفيفه عليه على الطفل وعلى الام برضه. جميل. يبقى معناها انتم كشباب كتثقيف كتوعيه صحيه عندكم علاقات اسريه بعدد من الاطفال المصابين في انكم يكون في تواصل ما بينكم، اذا حصل اي حاجه يرجعوا لكم، اذا الطفل ذاته ما استجاب لناس بيته ممكن يستجيب لكم؟ صح ايوه عندنا علاقه حلوه شديد مع الاسر تحديدا اطفالنا، احنا بنقول لهم ابطال السكري. يا سلام. فهم اطفالنا يعني هم اصحابنا، يعني لما يكون اي حاجه او اي في موضوع هم بيرجعوا لنا عادي. حتى احنا في مكتبنا زي ما قلت لك مكتب الشباب عندنا يعني شباب كتار مصابين بالسكري فبيستمعوا لهم، يعني بحسوا انه انا زيك انا حاسه بيك يعني، فهم بيسمعوا. وانا كبرت ومشيت وهذا بقيت أيوة. جزء من الشباب، انت ذاتك حتجي يوم من الايام وحيكون ده مكانك الطبيعي وحتكون صديق يعني للسكري اذا انت صادقته. صح. لكن صعب الاطفال يبقى السكري صديق لهم؟ لا. زي ما الكبار بنلقى دايما بيقول لك ناس السكري بيحبوا الحاجات الممنوع مرغوب. صح. الاطفال فبالتالي نفس الشيء، بيشوف شوكولاته بيمشي الدكان، بيشوف اصحابه في ساحات المدرسه بيشتروا الحاجات، حتى الاكل الوجبات المفروض تكون وجبات صحيه محدده. أيوة. صحيه الحاجه دي كيف؟ الحاجة دي احنا ما قاعدين نمنعهم بشكل عام، يعني احنا لما الدكتور يكون معاهم ما قاعدين نمنعهم يقول لهم انه لا سكري لا، بده لهم اي حاجه بانتظام. احنا عموما في حياتنا لو كل شيء مشينا بانتظام، وجبات في زمنها، الاكل بانتظام ما اكثر من اللازم، الحاجه دي ممكن صحيح. تساعدنا كلنا. صحيح. دكتورة تسنيم بما انك نائبة سكرتارية التثقيف الصحي في مكتب الشباب، علاقتك بتشوف الناس بيجوا الامهات باولادهم باطفالهم عشان ما يشخصوهم اذا كان عندهم سكري، بتقدم لهم خدمات من المركز تحديدا يدوهم العلاجات الاوليه مثلا يحددوا له هو في اي مرحله من السكري يبدو يدوه العلاج، ولا دي ما مسؤوليه المركز او ما عنده الدعم اللي ممكن يقدمه للاطفال؟ لا هو ده هدف المركز بالاصح، هدف المركز انه احنا نزيد التوعيه، في زياده التوعيه برضه فاتحه باب من ابواب انه قادر الجمعيه انها توفر الانسولين مجانا. يا سلام. قادر انها توفر الكشوفات والفحوصات واي حاجه لها علاقه بمرض السكري، ما بس مرض السكري كمان مضاعفات مرض السكري. زي في عيادات خاصه بحساسيه القمح برضه. صحيح. في عياده لها علاقه بالعيون بالنظر بالاسنان حتى بالصحه النفسيه. حتى في الجمعيه في عندنا مكتب الاجتماعي ده له علاقه بالاسر عشان يساعد الاسر، فاحنا بنشمل الطفل طفلنا طفل السكري من كل الجوانب من الناحيه الصحيه والنفسيه حتى الاسريه حتى برضه الترفيهيه، احنا كل حاجه معاه. كل الحاجات اللي ذكرتيها دي بتخصوا بها بس مرضى السكري فقط؟ ايوه. يعني اي زول من برا حاسب اي حاجه من الحاجات دي ما يجيكم يا جماعه، لا عندنا لكم صحه نفسيه وتحديدا الاطفال السكري دينهم ابطالنا احنا ابطال السكري فقط. ايوه.
دي حاجه جميله اللي انتم بتقدموها وعمل عظيم يعني في انه نحن نلقى جهات مختصه في السودان في انه تقوم لنا بادوار كبيره، لكن من خلال متابعتك للجمعيه ومن خلال الاطباء اللي موجودين هناك، هل في تزايد لاطفال السكري في السودان وشنو الاسباب؟ هل هو سبب وراثي ولا عنده اسباب ثانيه ممكن تكون؟ حقيقه في تزايد يعني النسبه كل مره احنا لما الاحصائيات تحديدا كده بتقول انه في السودان في قرابه ما بين 8 الى 10000 طفل مصاب بالسكري. فالنسبه دي كبيره شديد وهي زايده، واكيد في حاجات اسباب كثيره، مع انه تايب 1 ده هو له علاقه اكثر بالحاجه الوراثيه، لكن بس برضو احنا عاداتنا ولا يعني اسلوب حياتنا غير الخاطئ. صحي ايوه فالحاجه دي واحده من الحاجات بسبب يعني عادي ممكن يكون في زول يعني تمام سليم ما عنده حاجه، مع الزمن يجيه سكري، فدي واحده من الحاجات اللي برضه بتاثر انه زول العادات والبيئه حقتنا ما سليمه، عشان كده احنا مفترض نركز في غذانا، نركز في الحياه دي عشان احنا محتاجين سكري. حمله مكثفه للتوعيه والانخفاض من مرضى السكري، يعني الاطفال بما انه نحن عندنا عوامل غير وراثيه ممكن تصيبهم بالسكر، معناها نحن محتاجين نقلل منه بطريقة أكبر. صح. اشتغلتوا على الحاجة دي؟ أيوة اشتغلنا ولسه إحنا شغالين. واحدة من الحاجات دي هو زي ما قلت لك إنه إحنا عملنا الندوة كانت لها علاقة بالتعليم والسكري، وكانت لها علاقة برضو بالتثقيف. برضو المركز قاعد يعمل ورشات كثيرة للدكاترة والحتى الناس عموما بالتثقيف عن السكري. إحنا كمكتب شباب برضو شغالين كثير على إنه إحنا نمشي نثقف المدارس، والحاجة دي لسه هتستمر، إحنا ناويين إنها تستمر لحد نهاية شهر نوفمبر إن شاء الله. فحنغطي أكبر عدد من المدارس، وبعد شهر نوفمبر برضو حنواصل، يمكن ما حيكون بشكل يومي لكن برضو حنواصل إنه إحنا نثقف عشان نقدر نصل لأكبر حاجة. عدد. أيوة أهم حاجة. دكتورة تسنيم، بنعرف إنه السكري بيجي لناس كبيرة جدا بيقول لك جاهو عرضي، لكن هل الأطفال عندهم سكر عرضي ممكن يجي بعد كم شهر من خلال المتابعة في المركز تحس إنه السكر اختفى مثلا؟ لا، الأطفال حقهم عرضي، يعني الأطفال حقهم ثابت، يعني لو شخص بالسكر أيوة. أصلا أيوة يبقى خلاص ده مصيره وما بيكون عرضي يعني. ايوه لكن هو مصير ما سيء، احنا اهم نقطه انه وصل لو انه مصير ما سيء، يعني هو حاجه حلوه، يعني انت بقول له انت مشده حالاتك لما بقيت يعني عندك سكر. دي من الحاجات والدعم المعنوي اللي بتقدموه. أيوة. للاطفال فهو مصير نهائي ما سيء والله، عشان كده الناس لما يقول لك انه في جمعيه، لما اقول برضو انه الناس ما تدس المرض، لما يعرفوا المرض حيلاقوا جهات بتدعمهم، حتى لو ما دعمتك من اي ناحيه حتدعمك نفسيا. لما انت تشوف انت طفل وتشوف الناس اللي حواليك عندهم نفس الشيء، انت ما حتحس روحك غريب، بالعكس حتحس انه يا ماما مثلا انا عندي زي ده فانا ما غريب. فالحاجه دي واحده من الحاجات المهمه شديد تخلي الناس انه تعرف الجمعيه اكثر وتجينا في الجمعيه اكثر. ولازم تحببه من الحاجه اللي حوله انه هو يحب اكله المخصص ليه، هو يحب حياته المخصصه ليه، عشان يقدر يتعامل معها. صح. دكتورة تسنيم، إذا احنا تكلمنا عن أطفال السكري ومرض السكري، فبنلقى تأثير كثير من الناس إنها ملاقية مأوى أو مكان أو تتعالج، أو الأمهات بتدجروا مثلا. المركز فاتح أبوابه لكل الناس ولا عنده فئة معينة هو مخصصة مثلا؟ هو المركز له فئة معينة إنه يكون الطفل مصاب بالسكري، لكن حاجة دي ما بتمنع أنا قصدي يعني فئة مثلا للناس اللي ما عندهم مثلا معدمين او ما قادرين يعالجوا اطفالهم، ولا كل الناس اللي مصابين الاطفال المصابين بالسكري؟ يلا احنا عموما في الجمعيه عندنا زي ما قلت لك عندنا المكتب الاجتماعي. المكتب الاجتماعي ده بيساعد الاسر ذوي الدخل المحدود انه مثلا يكتسبوا حرف، يعني قريب كان في ورش ودورات بتساعد الامهات انه يكتسبوا حرف يدويه زي مثلا صناعه المنتجات الخاصه، المنتجات بتاعت الجلود. جميل. والالبان والعطور. فالحاجه دي احنا يمكن من ما يعني احنا ما نحتويهم، بس احنا بنوفر لهم حاجه انهم يقدروا من خلالها يوفروا لهم مصدر دخل. يا سلام، دي حاجه كويسه، يعني انتم بتحتووا الاسر واطفالهم كمان المصابين بمرض السكري. من وين يا دكتوره تسنيم المركز ده بيجيب الدعم عشان ما يقدر يقدموا للناس ديل؟ شنو الشراكات اللي عندكم؟ منو الجهات اللي ممكن تقدم للمركز يعني؟ يلا احنا عموما كجمعيه ما عندنا مصدر دخل ثابت. احنا مصدر التبرعات بيجينا، المصدر الدخل بيجينا من التبرعات، سواء من داخل السودان او خارج السودان، سواء دكاتره هم حابين يتبرعوا في الموضوع ده. فاي زول هو حاب يساعدنا او يساهم معنا بيقدر يساهم معنا ان شاء الله. اللوجو اللي انت لابساه ده بيدل على شنو؟ ده شعاركم ولا شنو؟ أيوة. ده الشعار حقنا، عرفينا بيه. ده البلو سيركل. أها. او برضه هنا لابسه كشريط، انت برضه لابسه اسويره بالازرق. ايوه. اها، دي عندها علاقه بشنو؟
هذا اللون الرسمي اليوم العالمي. ايوه ده اللون الرسمي والشعار الرسمي لليوم العالمي السكري اللي هو اللون الازرق. ايوه والسيركل الدائره. جميل يعني وحلو بما انه هو عنده حاجه مخصصه له يبقى معناه معروف. الشخص اللي بيكون لابس الاسوره ازرق او عامل الدائره الزرقاء أيوة. يبقى معناها هو يحتفل باليوم العالمي وبيدعم اليوم العالمي اليوم العالمي. اهم حاجه الدعم صح ايا كان نوعه. شنو من خططكم المستقبليه اللي حابين تعملوها انتم كشباب عشان ما تساعدوا بها المركز وتساعدوا بها كمان اطفال السكر؟ طبعا اهم خطه عندنا انه احنا نقلل عدد الاصابه بالسكري. يعني احنا كل ما حاولنا نزيد التثقيف وكل ما غطينا اكبر عدد ممكن كل ما احنا ساعدنا اكثر انه يقلل عدد الاصابه بالسكري. تمام. برضو واحدة من الحاجات اللي احنا حابينها انه متمنين الناس تساعدنا في الدعم لانه الدعم المادي هو اللي بيساعدنا انه احنا نقدر نمشي في شغلنا. صحيح. فيعني كل ما جاتنا مصدر دخل اكثر او جانا دعم اكثر احنا حنقدر نمشي في برامجنا اكثر ونحقق برامجنا اكثر وبنقدر نزيد تثقيف اكثر وبنقدر نعمل اي حاجة. صحيح. ان شاء الله. ونحن نتمنى لكم التوفيق ونتمنى انه من خلال صباح الشروق الناس اللي بتتابعنا الان دكتورة تسنيم تقدر تساعد الجمعية السودانية لاطفال مرضى السكري عشان ما تقدر تقف على رجلينا وتقدم لنا الكثير لأطفال السكري. دكتورة تسنيم السكري عنده مخاطر صعبة وعنده تبعات قد ما يتحمل الأطفال. هل عندكم أطفال حصلت لهم مشاكل إذا كان في النظر؟ بنسمع لا سمح الله إنه زول قطعوا له يده وحصلت له مشكلة السكري نفس له جروح السكري. الحاجات دي بتحصل للأطفال؟ لا ما بتحصل كثير. ما أنت لو ركزت يعني أو حافظت على الحاجة دي هي ما هتحصل كثير. أهم حاجة إنك أنت تأخذ جرعتك صح، إنه الناس تنتبه لكلامها لأكلها تنتبه لللايف ستايل حقتها يمارسوا الرياضة الحاجات دي إن شاء الله ما بيحصل لهم حاجة. وأنا بزيد وأكرر إن السكري مرض صديق ما بيض رزول. لو انت ما يعني زي ما يقولوا لو انت ما عملت حاجه منه شنو ابطال السكري. يعني كلمه جميله وحلوه وفيها دعم كبير لابطال السكري والامهات اللي بتتابعنا تحديدا الان من بيوتاتنا السودانيه. اذا طفلك عنده اي نوع من اعراض السكري امشي وديه الطبيب، اذا قرر له ممكن على طول توديه للجمعيه السودانيه لاطفال مرضى السكري. هم عندهم الرعايه والاهتمام والتوعيه والتثقيف الكامل بمرضى السكري وباطفال السكري. دكتوره تسنيم كلمه اخيره ممكن تقوليها لكل الناس اللي بتتابعنا وتخصصي بها اطفال السكري تحديدا. طيب اول حاجه نوجه تحياتي لجمعيه السكري كلها لكل الطاقم. نحن ذاتنا بنقول لهم تحياتنا لكم من صباح الشروق. البروفيسور محمد احمد الاب الروحي لنا ورئيس الجمعيه. بوجه لتحيه لكل مكتب الشباب وتحديد سكرتاريه التثقيف الصحي. وبتمنى من ابطالنا ابطال السكري واطفالنا انه يبقوا قويين ويقدروا يواجهوا الحاجه دي، والحاجه دي ما صعبه خالص. وبعيد واكرر انه السكري صديق لك واحنا قاعدين في اي لحظه انت احتجت لنا نسمعك نكون معك حتى ندعمك من اي ناحيه احنا موجودين. يا سلام. وبتمنى ان الناس تزورنا موقعنا في خرطوم 2. موقعكم في خرطوم 2. نحن شاكرين ومقدرين لوجودك ولدعمك اللي انت بتقومي به انت وبعض من الشباب اللي موجودين معاكي. ده مجهود جبار وده عمل كبير وعمل انساني. فلكم مننا كل الشكر والتقدير والاحترام والتحيه عبركم للجمعيه السودانيه لاطفال مرضى السكر. صراحه هم يحتاجوا مننا وقفه ولازم نحن جميعا يا جماعه نقيف عشان ما نحد من مرضى السكري عند الاطفال. وان شاء الله كل الاطفال معافيين وطيبين وما يشوفوا وجع، والامهات هم بيتوجعوا اكثر لاطفالهم اذا كانوا مصابين باي واحده من الامراض المختلفه. دوام الصحه والعافيه لكم. تكاملت فقرات صباح الشروق. شكرا جميلا، شكرا كثيرا كل الناس اللي رافقتنا وكانت معنا من خلال هذا اليوم. نتمنى لكم نهايه اسبوع سعيده وفي امان الله.